أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي أرسل الرياح فتثير بسم الله الرحمن الرحيم. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى كذلك النشور بسم الله الرحمن الرحيم.
الله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا الرياح
فتثير سحابا بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك فلله العزة جميعا من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم صدق الله العظيم. الله يصلح حالك. الله يكرمك. الله يبارك فيك يا مولانا. من كان يريد العزة فلله الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع من كان يريد العزة فلله العزة الطيب والعمل الصالح يرفع الذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور من
والله خلقكم من تراب والله خلقكم
يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله
أنتم الفقراء إلى الله، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. وما ذلك على الله بعزيز. ولا تزر وازرة وزر أخرى، وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة نفسه وإلى الله المصير. يا أيها الناس أنتم الفقراء حميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على شيء
الصلاة وأقام الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه Mm-hmm.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما علمناه الشعر ما ينبغي له Ah!
صدق الله العظيم. وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا وضرب لنا مثلا وضرب
أوليس الذي خلق السماء
الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منكم أوليس الذي خلق السماوات كل شيء
صدق الله العظيم. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. فالحكم آياتي.
فادعوا الله الله.
صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل شيء قلب، وقلب القرآن ياسين فاقرؤوها على واتاق. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. استمعت من العيس رب العظام للربنا وشورة فاتر واخر سورة ياسين وسورة الغافر من ذلك العالم القرآني من فضيلة القارئ الأستاذ الدكتور الشيخ حامد منصور شفيق القطعان القارئ في مصر العالم الإسلامي والقارئ في جميع القنوات الفضائية والمودي الأول من القراءات وعلوم القرآن رجل الشريف والمقام كليوباترا ومحافظة الإسكندرية يطلب على محمود رقم 22 33 87 38. أما الصوت يدور والعلوت السرادقاء إيضار الحاج فريد البدوي وإلى المقيمين بشارع الأنصاري بيضان بردمنه نيابة عن نصر دار الفقر دول بيشكرون كل من وصاهم العزاء والمواصل